اولا هي واحد الركيزه اللي تتقوم عليها الحياه الانسانيه، حيت الا ما كانت هي ما غاديش تسير الحياه ديالك. ويقول لك شي واحد فلوس وسخ الدنيا ولا شي حاجه، راه كون كانت الفلوس وسخ الدنيا غتلقاني بعدا انا الاول القى واحد في العالم. الفلوس كتخلق السعاده، حتى ما كانوش عندك فلوس كاينين بزاف تقدر تخلقها وتقدر ما تخلقهاش. كاينين بزاف تاع الحوايج ما تقدرش ديرهم ما كانش عندك فلوس، ما تقدرش تداوي، ما تقدرش تكون عندك فلوس تقدر دير بزاف تاع الحوايج. اخويا شكون هذا اللي قال لك الفلوس ما تخلقش السعاده؟ والله الا كذب عليك بالله. الفلوس هما كلشي، فهمتي كيفاش؟ راه دابا تاع الدوله فاش تدور معاك المنحه وهكا في شكل عليه هذا تولي اليس حوايج جداد تتلاقى مع المدام خاطرينا من الهبال، فهمتي؟ لكن اخويا فاش تكون مقرد لا اله الا الله وهادشي اللي كاين، الفلوس هما السعاده فهمتي. بالعكس الفلوس هي اللي كدير المشاكل، غير شويه قليله ونتبرعوا ونعيشوا شويه مزيان الله يجعل البركه. كتلقى على ان الناس مثلا بحال دوك الناس اللي ناس البرجوازيه، يعني كتلقى لاباس عليهم عندهم الفلوس، ولكن ما كتلقاش واحد، يعني رغم ان الاموال كاينه اموال طائله والثروه، ولكن ما كتلقاش السعاده. وكتلقى على ان يعني واحد تلقى شي ناس بسيط بزاف، يعني الدار سكن بسيط والمعيشه بسيطه، ولكن كتلقى على ان شي حوايج بسيط مثلا شي حاجه تلقى في السوق الاسبوعي كيجيبها للاب ديالو، كتلقى الدري فرحان الام فرحان، يعني حاجه بسيطه بزاف. كتلقى على ان يعني السعاده الطب فعلا. بالنسبه لي الفلوس من واحد الناحيه تخلق السعاده، من واحد الناحيه تخلق السعاده، حيتاش كيفاش نشرحها لك؟ بالنسبه لك لو عندك الفلوس عاد ثاني يمكن لك تفتح المجال لواحد بزاف ديال الحوايج اللي يمكن لك من خلالهم تحصل واحد النوع تاع واحد السعاده. من واحد الناحيه اخرى عاد ثاني السعاده كاين بعض الامكانيات اللي يمكن الفلوس ما يوفرهم لك. المرحله فاش تتخلق السعاده هي فاش تكون الفلوس على قد الحاجه، حيت قال لك المال خادم جميل وسيد خطير.